Yes. Could you introduce him, please? He's Maher Harb. He is the speaker person from PFLP. Very good. Good to meet you. Now, do you have a statement to make? Does he have a statement that he wants to state his position? Why we are here? احنا هنا جايين على مؤسسة وطنية مؤسسة فيها نواب مجلس التشريع الفلسطيني هذول النواب اللي انتخبوا من قبل الشعب الفلسطيني احنا جايين لنحكي كلمة بحق الديمقراطية الفلسطينية في هذا الصدع السيادي الهام هذه المؤسسة تعرضت لانتهاكات عديدة وتعديات عديدة من قبل الاحتلال الصهيوني هناك العشرات من النواب الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني وآخرهم كانت النائبة خالدة جرباني لا يعقل اليوم أن تأتي علينا السلطة الفلسطينية والجهات التنفيذية لإظهار مذكرة اعتقال بحق نائب المجلس التشريعي نحن هنا جئنا لندافع عن الديمقراطية الفلسطينية جئنا لندافع عن حرية التعبير جئنا لندافع عن هذا الصوت جئنا لندافع حقيقة عن الصوت الحر الذي يلتحم مع حقوق شعبنا الفلسطيني الديمقراطية الفلسطينية بهذا الحدث هي في خطر بخطر شديد وبحاجة لتدخل وبحاجة لحماية من كافة المؤسسات الدولية ومن كافة الأحزاب الدولية المعنية بتسييد الديمقراطية إصدار هذه المذكرة في اعتقال النائب نجاة أبو بكر هو مؤشر خطير على أن الديمقراطية الفلسطينية في خطر شديد ليس من حق النائب فقط أن يعبر عن آرائه وفق القانون يعني ما عبرت عنه النائب نجاة أبو بكر هو حق مكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني وحتى وفق القانون الدولي التعدي على هذه الحريات هو تعدي خطير جدا لن يطال نجاة أبو بكر أو أعضاء المجلس التشريعي حتى بل سيطال حتى كرامة المواطن وحقه في التعبير والحرية نحن هنا نطالب بالحرية نطالب بالعدالة من حق الناس أن تتحدث من حق الناس أن تنتقد من حق الناس أن تمارس كافة حقوقها المشروعة في إطار مجتمعي Okay, I will translate as I understand. Summary, I will. Maher says that we are here in nationality association, which is a talk nationality association. We come here to stand beside the free words, beside the free opinion, to stand beside a person who talk about the human right, about all kinds of rights we need as a Palestinians. So it is not, and we are here because this place talk about all Palestinians, stand beside all Palestinians, and it is not, and in the last years, many of the members of Legislative Council, Palestinian Legislative Council, has been arrested, and the last one was Khaled Jarrar, who was arrested by Israeli occupation. So we come here to say we are against all kinds of violence, all kinds of the oppressed, which are against the Palestinians. It is not true that anyone says free words for all the person for the free words and free talk about the free life and about the democracy. We are stand beside the democracy, which we Palestinians need. So we are against every one who wants to kill the free world. Okay. No.